بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستاذ سليسلي، محامي بهيئة وجدة، عضو مجلس جهة الشرق ورئيس فريق الأسرة والمعاصرة. شكرا للاستضافة من طرف موقع وجدة سيتي. لعل التساؤل ديالكم حول الدورة الاستثنائية اللي انعقدت الأمس. احنا كنا تقدمنا طلب السيد الرئيس من أجل الانعقاد، من أجل الدعوة لانعقاد دورة استثنائية. الدورة الاستثنائية اللي كانت على إثر الموقف الجريء اللي قام به السيد الرئيس أثناء بداية الحراك بمدينة جرادة. ذلك الموقف اللي احنا اعتبرناه فريق الأصالة والمعاصرة الموقف اللي من خلاله تم استبعاد المقاربة الأمنية اللي احنا انا كحقوقي وكمجموعة من حقوقيين تلتمس دائما استبعاد المقاربة الأمنية لمعالجة هذه الاحتجاجات، لأنها احتجاجات صحية واحتجاجات معقولة واحتجاجات تعبر على مجموعة ديال المطالب الاقتصادية واجتماعية اللي للجهة الشرق والساكنة ديال جهة الشرق محتاجة لها. الدورة الاستثنائية كان من الأجدر أن المجلس يقوم بها بسرعة، يعني خلال 24 ساعة بعد ذلك الموقف اللي ذكرت. ولكن المشرع المغربي ما عطاش شي ميزة خاصة للدورة الاستثنائية، لأن كبلها بالأجلات القانونية. الأجل القانوني كنا مضطرين، وكان المجلس والمكتب كان مضطر باش يطبق باش يحترم الأجلات القانونية، وتنعقد بالأمس. علاش؟ لماذا؟ لأن لو كانت تنعقدت في إبانها لمناقشات ودراسات الوضع الاقتصادي بالجهات الشرق وبمدينة المجردة بصفة خاصة، ما نكونوش أمام مواقف شادة، مواقف ديال إخوان برلمانيين اللي خرجوا على الاختصاصات ديالهم اللي تتعلق بالتشريع ومراقبة السياسة العمومية ديال الحكومة ومراقبة الحكومة، واللي حضروا وشافوا المجهود اللي قام به مجلس الجهة فيما يتعلق بإقليم جرادة والأقاليم تاع الجهة كلها، فيما يخص تأهيل ديال العالم القروي، وفيما يخص المساهمة ديال المجلس لإنعاش الشغل لم يفتأ سواء المكتب أو الرئيس أو الأعضاء ديال المجلس، لأن الهاجس ديالهم هو هذا. وبالتالي حملوا المسؤولية للجهة، وكأن الجهة هي اللي مسؤولة على ما يقع في مدينة جرادة، ونساو بأن ما يقع في مدينة جرادة راه من بعد هاد الحالة يعني استمرت منذ إغلاق المنجم. كذلك لو كانت الدورة الاستثنائية انعقدت في إبانها، ما يمشيش مسؤول تاع قطاع حكومي أمام برلمان يقول بأن رئيس الجامعة اللي هو رئيس الجهة ما خصوش يتضامن، ما خصوش يكون مع الآخر، خصو يدير هاد البرامج المتعلقة بتغييرها في البي دي ار. بهذا المصطلح البي دي ار، البرنامج التنمية الجهوية، عطى واحد الحيز مهم لإقليم تاع جرادة، واللي على من خلاله قبل البي دي ار الإقليم تاع جرادة تعطات له من طرف المجلس تقريبا الميزانية ديال السنة كلها 300 مليون درهم اللي تعطات له. وبالتالي احنا خلال الدورة الاستثنائية بغينا نساهموا في حوار مع الأعضاء، حوار مع المجلس، حوار مع السلطات المحلية لإيجاد حلول للأزمة اللي تتعيشها الجهة بصفة عامة. الحلول في الحكومة خص البديل الاقتصادي. صاحب الجلالة منها يعني النظام الاقتصادي، النموذج الاقتصادي خصو تغيير، خص كل المتدخلين يدافروا الجهود ديالهم لإيجاد واحد النظام، واحد النموذج تنموي جديد للخروج من الأزمة ديال أستاذ. النموذج التنموي
يعني مثلا احنا الجهه هنايا يعني باغيه او المواطن او الساكنه ديال الجهه الشرقيه يعني انها تعتبر بانه لا يمكن يعني خلق تنميه اقتصاديه بدون شركات ومصانع كبرى. فعلا الايجاد نظام اقتصادي معين او ما شابه ذلك يتطلب وقت. في انتظار ذلك انا كنت اتمنى من الحكومه وعلى راسها السيد رئيس الحكومه يلتجئوا يشوفوا بان جهه الشرق يعني جميع المعطيات جميع المؤشرات تفيد بانها يعني اضعف جهه كاينه في الصعيد الوطني. كنا نتمناو باش ناخذوا العبره، ما ناخذوش العبره من الدول المتقدمه من الدول الغربيه، كاين خدينا بزاف، ناخذوا منهم مثلا جهه الشمال الفرنسي باتكالي ليل، منطقه منجميه، المنجم تغلق، البديل كان في نفس الوقت، البديل وهو شركة صناعية مهمة ما يمكنليش نذكر الاسم ديالها اللي غطات تعطى بديل اقتصادي لمص البيطرة اللي كانت موجودة في هذه المنطقة. حنا كنا نتمناو مادام ان الجهات الاخرى جهة طنجة جهة قنيطرة الدار البيضاء وصلونا في نظري للتخمة، كنا نتمناو باش الحكومة تحفز الشركات الكبرى لإنجاز مصانع في منطقة الشرق. ولكن تنتفاجأ في هذا الأسبوع تصريح ديال السيد رئيس الحكومة في الاجتماع ديالو مع جهة فاس مكناس تيقول بأن غادي نخلقوا نحاولوا باش نخلقوا مصنع ديال الطيران بمدينة فاس. فتفاجأت، أنا تفاجأت شخصيا، تفاجأت ولقيت بأن 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 هذا القرار النفس ديالي اشمعزت وبقيت انا متفائل المنطقه، لان المنطقه كاين جميع المتدخلين الحمد لله الهاجس ديالهم هو ايجاد فرص الشغل، ومجلس الجهه يعني الهاجس ديالو الاساسي هو الشغل وانعاش الشغل. سنتين اقتنع المجلس، الاعضاء ديال المجلس، الرئيس على راسهم اقتنع بان تاهيل العالم القروي عنده علاقه بالتنميه الاقتصاديه. تاهيل العالم القروي، فك العزلات، تاهيل الشبكه الطرقيه، ايجاد نقاط الماء، حل الاشكال ديال الماء، الكهرباء، الضوء، البنيه التحتيه في العالم القروي كانت ضروريه للوصول الى تنميه اقتصاديه، لخلق فرص الشغل، لخلق فرص الشغل بهذا الاستثمار، ولو انه استثمار بمعيه مجموعه القطاعات الحكوميه، استثمار ما وصلش للمبتغى ديالنا ولكن استثمار مهم، واللي على اساسه درنا دوره استثنائيه باش نقيموا العمل اللي قام به المجلس، ونقيموا كذلك مجموعه ديال الاتفاقيات التي تصب في هذا الاتجاه، تصب في التنميه الاقتصاديه، مجموعه ديال الاتفاقيات باش نشوفوا الشركاء الاخرين من يلتزم بها ومن لم يلتزم بتلك الاتفاقيات. وعلى ضوء هذيك علاش قلت انا بان هذه الدوره الاستثنائيه كانت امتداد للدوره الاولى، وبالتالي الاساس حاليا هو الاستثمار العمومي. الاستثمار العمومي ينقص بواحد الطريقه يعني كبيره على المنطقه، على الصعيد الوطني وعلى المنطقه الشرقيه بالخصوص. الامكانيات الماديه للجهه امكانيات ضعيفه، ولكن نتمنى اللقاء المقبل مع السيد رئيس الحكومه باش يجينا بحلول ملموسه وحلول ملموسه للخروج من هذه الازمه الاقتصاديه اللي تتعيشها منطقه الشرق. استاذ سديوش، ما تعتبروش بان يعني الحراك ديال جرده ليس الا دق ناقوس الخطر بالنسبه للجهه الشرقيه بكاملها، خصوصا وان الجهه الشرقيه تحتل المرتبه الاولى في شيء واحد، وهو انها تحتل المرتبه الاولى في نسبه البطاله بالنسبه لكل جهه، وهذا مؤشر
له دلالته بالنسبة للحكومة. فعلا يعني أنه يمكن حرج رأى أن تنتهي إلى مدن أخرى إذا لم تتحرك الحكومة بمشاريع كبيرة. فعلا حراك جرادة ما يدق نقص الخطر موجود، ما كانش يحتاج الى هذا الحراك باش نحسوا بان كاين ازمه. الحراك ينبه يسرع بالوتيره ديال ايجاد الحلول. متفق معك. خطر ترسها البارحه اثناء الدوره الاستثنائيه، خطر مدينه بوبكر عندهم كاين خطر حتى هو راه موجود، وخطر ديال الناس اللي يشتغلوا في واحد الظروف بالنسبه للبحث على الرصاص، يعني واحد الظروف يعني ربما الى وقعت شي كارثه غادي توقع كارثه كبرى. يعني الناس تخدموا ب 200 300 شخص بواحد الظروف، يعني ظروف يندالها الجبين. وبالتالي احنا ما ننتظروش يكون ناقص الخطر، احنا راه هذا واقع وخصو حلول، والحلول خص جميع المتدخلين يشاركوا ويساهموا للخروج من هذه الازمه الاقتصاديه اللي تتعيشها الجهه. البطاله المجلس ارتكز على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبدا بمدينه جراده مناظره جهويه اللي اعطت مجموعه ديال التوصيات اللي الى وصلنا لتفعيل تلك التوصيات ديال مدينة جرادة وديال البركان، واللي على إثرها نعقد المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة وجدة. فإذا فعلنا تلك التوصيات وفعلنا الاقتصاد التضامني الاجتماعي وشجعنا التعاونيات وواكبناهم بالتكوين بالامكانيات الماديه باللوجيستيك بالتسويق ديال المنتوجات نتاعهم، غادي نوصلوا لواحد المبتغى على مستوى الجهه يكون مهم، ويكون واحد الحل اللي ماشي حل جذري ولكن حل اساسي لابتصاص البطاله. اتفاقيات كذلك، الاتفاقيات اللي قام بها المجلس وخاصة فيما يتعلق بالتثمين مع وزارة التجارة والصناعة، حتى هي اتفاقية مهمة، ولعل وزارة التجارة والصناعة راه وقعت لها الاتفاقية واللي غادي تدخل التفعيل ديالها، وغادي حتى هي تكون يعني جزء من الحل ديال هذه الأزمة. وبالتالي أنا تلتمس من الجميع، تلتمس من الحكومة باش تشوف يعني بفعالية المنطقة ديال جهة الشرق، لأن منطقة جهة الشرق تعاني من البطالة بواحد الطريقة ما يمكنش عائلة من العائلات في المنطقة الشرقية اللي ما كاين جوج ثلاثة ديال الناس من حاملي الشهادات من العاطرين. وبالتالي تلتمس من الجميع باش الكل يدلو بدلوه للقيام بما من شأنه. هل تتوقعون بأن رئيس الحكومة سيحمل بالفعل يعني مشاريع تنموية كبرى، أم أن مجيئه ربما قد يزيد التنمية إذا لم تكن هناك مشاريع بالمستقبل؟ المعاملة المؤسسات المنتخبة الحكومة، العلاقات خصها تبنى على الثقة. الثقه الكامله من الحكومه، من الاهداف نتاعها هي هذه الحكومه. كاين برنامج انتخابي اللي اعطته الحكومه لا السابقه ولا هذه، ديال نسبه النمو 7% 5% راها مضمونه، 2% من المحاسبه. احنا عندنا الثقه، انا خص العلاقات تبنى على الثقه. الثقة ما بين المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية، الثقة ما بين المؤسسات المنتخبة والساكنة، الثقة ما بين الساكنة والحكومة، خصها تبنى على الثقة. أنا تقدمت بمقترح باش لجنة تشتغل على الاقتراحات ديال الشمولية ديال الجهة الشرق كاملة، نوجدوها ونرسلوها للرئيس الحكومة، وباش اللقاء ديالي يكون لقاء قرارات ملموسه، العموميات المناقشه والتوصيات والعموميات ربما ماشي هي اللي غادي تفيد المنطقه.
انا نلتمس من الجميع، يعني جميع القطاعات تكون العلاقات مبنيه على حسن النيه وعلى الثقه، واملنا كبير باش اللقاء المقبل يكون لقاء مثمر، ويجينا السيد رئيس الحكومه باقتراحات ملموسه، وجينا بمشاريع، مشاريع خص التحفيز، تحفيز على المستوى الضريبي، تحفيز. تتوقعون تحفيزات خاصه بالجهه الشرقيه لتشجيع المستثمرين؟ تحفيز البرلماني الجهه، يجب عليهم ان يشتغلوا على طرح مقترحات في هذا في هذا في هذا الشان. تحفيز لا بد، خص تحفيز الشركات الكبرى، تحفيز على مستوى الضريبات، تحفيز على مستوى النقل، تحفيز على مستوى الشبكات الطرقيه، تحفيز على مستوى يعني حتى القيمه ديال 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 الغازوال وديال ديال البنزين، تكون تحفيزات، يعني تحفيزات كثيره اللي خص الحكومه والاخوان البرلمانيين وحنا كمؤسسات منتخبه نشتغلوا عليها للدفع بالخروج بواحد القانون تحفيزي لخلق استثمارات كبرى، وخلق استثمارات كبرى لامتصاص البطاله. ونتمنى للجميع باش التوفيق، سواء المؤسسات المنتخبه، سواء الجماعات الترابيه، سواء مصالح خارجيه، سواء حكومه، سواء سلطات محليه، باش خص ايجاد حلول انيه وحلول على المستوى الامد المتوسط وعلى المستوى القريب، باش نتمنوا من الله سبحانه وتعالى كذلك باش يساعد الجميع للخروج من هذه الازمه. وشكرا.